شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي واستعراض نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الثامنة جائزة الفريق إبراهيم سليم، والتي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة أرضية جوية بحرية في نسختها الثامنة، ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها الرابعة، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختيهما الثانية. كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي الثامن لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة. بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب للمنافسة العلمية التي تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة. أعقبه إعلان نتائج المسابقة وتكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من دارس الدراسات العليا. كما قام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي وشهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية. كذلك النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات والأنشطة العلمية البحثية التي تم عرضها، والتي تعظ من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة العلوم الحديثة. كما أكد على الدور الهام لمجال البحث العلمي في مواكبة التطور التكنولوجي بكافة المجالات، بما يحقق الدور الإيجابي الذي يسهم في خدمة وتقدم مصرنا الغالية.